مازال بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كيف وعدتكم غنشارك معكم مجموعه من دي اي وايز اللي خصصتها باش نغير الديكور ديال الغرفه ديالي. وبالنسبه اليوم كاينه النوبه ديال الاطارات ديال الصور اللي كيجيو فريمون زوينين وكيطيحوا رخاص والشكل ديالهم مودرن. والصراحه كاينين واحد يعني واحدين كيتباعوا في دوك لي صور ديال 5 دراهم ولكن الصور اللي فيهم ما زوينينش. ويعني كاع الا بغيتي تاخدي هذاك الكادر وتبدلي ليه التصويره ما يمكنش. دونك بهذه الطريقه اللي غتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه اللي ديروا بها كادر ديال الصور بثمن اللي هو مناسب ويعني اي واحد يقدر يديرو تقريبا كيطيح ب 5 درهم او حتى اقل. ثالث حاجه اللي هو انك ممكن تبدل هذيك لا فوتو قد ما بغيتيها. يعني قد ما بغيتي تغير داك الشكل تاع الصوره اللي كاينه داخل هذاك الاطار تقدر تبدليها. اضافه على انه كاينين ثلاثه ديال الاشكال وان شاء الله باقيين اشكال اخرين ولكن حاليا اكتفيت بهادو. ممكن مستقبلا نعاود نصورهم لكم الا كنتم مهتمين. خليو لي داكشي في كومونتير دائما ولا في الانستغرام ديالي نخليه لكم هنايا تنكون فيه اكتيف بزاف. وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر خليكم تشوفوا. دونك بسم الله غادي نبداو باول شكل. بالنسبه لهذا الشكل غادي نحتاجو كرتونه في القياس اللي بغينا. هنا انا خديت العبار ديال اكات. غنحتاجو المطبوع اللي بغينا نديرو ليه الاطار ولهذا البلاستيك هذا اللي كيتباع في المكتبات. ثم هادو اللي كنجمعو بهم الاوراق غنحتاجو منهم 4 كيديروا درهم اولا درهم ونص على حسب. انا هنا خديت الكبار شويه كيديروا درهم ونص. دونك كندير الكرتونه من تحت وكنحطو فوق منها المطبوع وفوق منه البلاستيك وكنحاولو نجمعوهم من الجهه الاولى بهذاك لو تروك الكحل. صراحه ما عرفتش شنو سميتو. المهم ما كندخلوش حتى للاخر كنخليه واحد شويه فين يكون الثاني. وكنبقاو غاديين حتى كندخلوا هذوك لي تروك بربعه. ملي كندخلوا هذوك لي تروك بربعه كنحاولوا نجمعوهم باش ما يبقاش باين الفرق. وبالنسبه للاطراف اللي بقاو بحال هكذا خارجين فكنعلموهم بواحد القلم ثم كنقطعوهم سواء باللقاص سواء بالموس. المهم على حسب اللي متوفر عندكم في الدار. غادي تحتاجوا واحد شويه ديال القوه في هذه المرحله هذه ولكن ماشي مشكل. المهم الا بقى لكم هذوك الجوانب هكذا شويه حرشين او لاعبين كتاخذوا واحد البريكه كتشعلوها في هذيك البلاصه وكيعاوتاني يرجع للفورم ديالو الاصليه. وبهذه الطريقه غادي نكونوا سالينا الشكل الاول. صراحه كيجي زوين بزاف وهو من اكثر الاشكال اللي عجبتني. انا هنا عطيتكم فكره وانتم تقدروا تنوعوا في العدد الاشكال والاحجام اللي بغيتوا. وندوزو دابا للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني اللي غادي نحتاجو فيه هو بعض العيدان ديال الشواء، المطبوع اللي بغينا نقادو ليه الكادر، كرتونه بالحجم ديال اللي بغينا يعني الحجم ديال هذاك المطبوع، ثم البلاستيك اللي استعملنا، غرافوز ولصق. دونك اول حاجه كنديروها هي كناخذوا هذيك الورقه وكنقطوها على العبار ديال الكرتونه وكتكون صغر منها بواحد نصف سنتيم من الجوانب. اما بالنسبه للبلاستيكه فخصها تكون قدها قد الكرتونه يعني عندهم نفس العبار. كنقطعوها عليها بهذا الشكل ثم من بعد ما كنتاكدوا انهم عندهم نفس العبار كناخذوا هذاك الكرافوز وكنغرافيو من جناب كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. يعني من واحد الجانب تيكون هذاك الكرافوز افقي ومن الجانب السفلي تيكون عمودي باش الا بغينا ندخلو الورقه ونخرجوها ما كيحبسناش.
دونك فوالا كي شفتوا بلا ما نزيد نشرح اكثر كل شيء واضح في الصوره. دونك انا دخلت هاد لا فوتو هذه باش نشرح لكم. دابا غادي نعاود نزولها وغادي نبداو في المرحله الثانيه. كيف كتلاحظوا هنايا انا درت الغراء في الجانب ديال الاطار وبديت كنلصق في هذوك العيدان ديال الشواء واحد حدا واحد. كنحاول انه ما تكونش يكون واحد الفرق بيناتهم، خاصهم يجيو فريمون ملاصقين باش كيعطيو منظر زوين. كنبقاو غاديين بنفس الطريقة حتى كنسالو هادوك الجوانب بربعة. كيف كتشوفو هذا الجانب الأخير فأنا قطعت هادوك العيدان باش يجوني ساهلين باش يلصقو فوق هاديك البلاستيكة. بالنسبة للآخرين اللي ما تقطعوش غادي نخليهم حتى كدوز واحد الساعة تقريبا بين ما كيكونو لصقو مزيان فوق ديك البلاستيكة، وتأكدنا أنهم ما غاديش يتزعزعو إلا جينا بغينا نقطعوهم باللقاط. وكنقطعوهم باللقاط ويعني صافي الشكل كيولي جاهز، ما كيبقى لينا الا ندخلو فيه الصوره. بالنسبه لهذاك الساق اللي كان بقى باين في الاول في الابيض، راه اون فوا كينشف ما تيبقاش كيبان، يعني ما عندكمناش تخافوا الا بقى خرج لكم واحد شويه. وكي شفتوا حتى هذا الشكل هذا حتى هو جا زوين ورائع وسورتو سبيسيال، يعني هذا الشكل هذا ما متوفرش في اي بلاصه، يعني فريد من نوعه. يعني ما غاديش تلقاو في كيتباع ولا شي حاجه، سورتو كتكوني طيبه بيديك كيكون عنده واحد الحلاوه خاصه. بالمناسبه غادي نخلي لكم مجموعه من الصور اللي تقدروا تامبريميوهم، عندي بزاف. انا هنايا اختاريت اللي غادي يجوني مع الديكور ديال لا شومبر، انتما غنخلي لكم بزاف ديال لو شوا، فيه بزاف ديال الالوان. غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. ودابا بقى لينا ندوزو للشكل الاخير. الشكل الاخير هو نفس الفكره ديال الشكل الاول، ولكن درت على واحد التغيير هو انه صبغت هذوك لي تروك ما عرفتش شنو سميتهم، دونك صبغتهم باللون الذهبي. وحتى الحجم ديالهم غادي يكون مختلف على الاخرين لانه الاطار اللي بغيت ندير غادي يكون صغير منه. صبغتهم من الجوانب جوج، خليتهم حتى نشوفوا بالنسبه لهذا الشكل. غادي نحتاجوا كذلك نفس الاشياء اللي احتاجينها في الاشكال اللي صبغوا، اللي هو كرتون البلاستيك والمطبوع اللي بغينا. كنقطعوا على الشكل اللي بغينا ومن بعد كنجمعوهم بنفس الطريقه، ولا شاطوا شي جوانب فحنا كنقطعوهم باللقاط. وها هو الشكل الاخير واجد. دابا غادي تسالوا غادي تقولوا واش هاد الاطارات هادو واش هاد كيتحطوا ما كيتعلقوش؟ لا، تقدروا تحطوهم كيف تقدروا انكم تعلقوهم. بما انهم خفاف مصنوعين من الكرتون مواد خفيفه، يمكننا نستعملوا فقط لصاق دوبل فاس، يعني كتكون كتلصق من الجوانب جوج فهي كافيه انها تلصقهم لنا في الحيط. كيف نقدروا نحطوهم الا ما بغيناش نعلقوهم؟ فوالا، كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. جيسبر تكون عجبتكم واستفدتوا منها. كيف لاحظتوا من اشياء بسيطه حاولت انني نصايب واحد الديكور اللي صايبته انا بيديا. انا ما تنقولش باللي راه يعني كاينين يعني هذا الشيء اللي صايبت انا ما كاينش محسن منه، ولكن الحاجه باش كتكون اعطيها وقت ومصايبها انت بيديك اولا انت بيديك كتحسي بها عندها بلاصه خاصه، يعني كتفرحي بها فين ما كتشوفها كتقولي واو تبارك الله عليها. المهم اذا انا هكا كيعجبني نصايب حويجات لراسي و ما هادشي ما كيمنعش انني نشري، ولكن في نفس الوقت واش كتصايبي حتى حاجه لراسك ماشي بحال. دونك فوالا، نقص ولا نهضر شويه. جيسبر تكون هاد لا فيديو عجبتكم، الا عجبتكم واستفدتوا منها كيف كنتمنى خليو ليا لايك وما تبخلوش عليا بالتعليق الزوينه ديالكم، كذلك اشتراك، اشتركوا في القناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوش، لانه تبارك الله الاغلبيه اللي كيتفرجوا فيا ما مابونيش معايا فلاشين. فوالا، نلقاكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.